مسح الترابه كده، مسح الترابه كده تقول يلا. اهم حاجه عندها النظافه، بتموت في الاغاني الفرنسيه وهي مش فاهماها. هو مين وانت بتستحمي بيقعد يقول لك وطي صوتك كفايه غنى؟ مين انت؟ كنت في احد الاماكن كده، كان الكلام ده في رمضان، ودينا كانت مذيعه في قناه في دبي يعني، وكانت بتعمل حاجات مسجله من هنا يعني من مصر. وبعد كده فعملت معايا حديث، ف اتعرفت عليها، وبعد كده بصراحه يعني هي كلها عجبتني. خلي بالك بقى، هي كلها عجبتني. ايوه اهم حاجه دي عشان دي بعد سنين طويله قوي بقى. هي صدفه يعني، فهعمل ايه؟ فقلت لها طب ممكن اخد تليفونك عشان اما الحلقه تتذاع تقولي لي على الميعاد بتاع الحلقه يعني. كنت بترتب اوكي قوي قوي يعني. كنت مركز. وعلى فكره هي ما كانتش تعرف اصلا يعني، ما تعرفش مين خالد الغندور. تخيلي بقى في الكوره اصلا. تخيلي كمان. تخيلي لا وايه، واصحابي يقولوا لي انت يعني ايه مش عارفه؟ قلت لهم يا جماعه انا عارفه ان انا فعلا في الكوره، وبعدين طبعا انا قالوا لي اصلا لسه طبعا ما تعرفتش لسه في البدايه وكده. قلت ايه صحيح، هو ايه المهم فيا قوي ان هو هيتابع حلقاتي؟ قالوا لي حلقتك ايه، واصلا يعني بيطلع مع اعلاميين كبار جدا. خالد في الاستوديو جد، لكن في البيت خالد مش كده خالص. مش كده، بيعمل ايه في البيت؟ لا خالد دمه خفيف جدا في البيت، مش اللي هو بقى لا خالص. 24 ساعة لما بتلاقي في دوشه كتير في البيت وحاجات صوتها عالي، اعرفي ان خالد في البيت. بتموت في الاغاني الفرنسيه وهي مش فاهماها. القديمه. القديمه وتقعد تسمعها وتقعد لا وهي مش فاهماها. لا وايه ونادي بالعافيه فرنسيه يعني، اذا كان انا ما بحبهاش. استني بقى، انت مش فاهمه البلاي ليست بتاعتي كلها كده. خوليو، حاجات القديمه. لا هو غناها بالاسباني، غناها بالفرنش، غناها بالانجلش. واجي بقى الرخامه بقى، خالد ترجم لي الحته دي عشان يقول لي طب انا عايز اسال انت بتحبيها انا ترجم لي؟ مش انت كنت فرنش؟ قول لي ترجم لي بقى يعني. انا تلاقيني عارفه نص الاغنيه بس. هي انا اكتشفت ان انا بحب المزيكا الباك جراوند اللي ورا المغني. بقى انت بتفكري في خلتني اروح له حفلات. عمر خيرت. الله. خلتني بجد، انا عمري ما يعني، عمر خيرت طبعا فنان كبير ويعني طبعا وعلاقتي بيه راجل محترم جدا وكده، بس انا عمري ما رحت له الحفل. التمثيل يعني كان تجربه، الناس كانوا بيستفيدوا من فكره ان انا اسمي خالد الغندور يعني ولعيب كوره وبتاع. لكن الفن والتمثيل ده عايز حد يعني يبقى انت جوه المجتمع ده، وبعد كده بيجي لك دور والدور والدراما يعني الشكل الدرامي للدور عامل ازاي وكده، وبتبتدي انت بتجتهد وبتنجح. لكن مهما كنت عندك القدره على التمثيل ورياكشنات وما هتفشل لو ما فيش دور ليه معنى وليه سياق وكده. فما تيجي تتحط مجرد تطلع في مشاهد عشان الناس تعرف ان خالد الغندور موجود، فمش هتنجح. خالد اي حد معروف لازم ابقى عامله حساب انه ليه صحاب يعني، اكيد بنات، اكيد في الشغل. صحاب عادي، هنتكلم عن معجبات يعني. معجبات؟ لا عادي، ما في معجبات، لازم يبقى في معجبات طبعا. يعني لو مش وانت ماشيه كده بقى وقاعدين في مكان لقيتي واحده قاعده عماله تبص لكابتن خالد ومش راضيه تنزل عينيها، وبعدين بقى هتقوم بقى وعايزه تتصور، بتعملي ايه مع الحاجات دي؟ لا عادي اقوم اصورها معايا عادي. لا لكن بتصوريها وانت عادي ولا بتصوريها وانت عادي؟ لا 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 عادي. شتم تقعد تقولي ايه؟ مين القليل الادب ده؟ يقول لي دينا تعمل له بلوك على طول، يقول لي اعمل بلوك لمين؟ فلقيت ان انا دخلوني في القصه وتجاوز هو في ايه؟ يعني هو الموضوع ما كانش كده. هذا هو ما يحدث الان. فده اللي انا بقوله يعني، السوشيال ميديا ليها قوه جدا في بعض القضايا، حلوه قوي قوي يعني. دلوقتي انت اي حد قضيه مهمه على السوشيال ميديا في ثانيه